السلام عليكم خوتي وخواتاتي والاميمات اللي غاليات على قلبي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد ان شاء الله غادي نشاركه معكم. قبل ما نشارك معكم هذا الفيديو بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، نتمنى ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم رمضان بالصحيحه والهنا والتيسير، وباش ما تمنات خاطركم كيف ما كتشوفوا البنات غادي نشارك معكم الزميطه او السفوف على طريقه المكنسيه البنات كيف ما كتشوفوا. المهم الزميطه صوبتها عجوزتي وصورتها لي وقلت علاش لي ما نشاركها معاكم. المهم كيف ما كتشوفوا الزميطه كتجي لذيذه وغزاله ومعلكه ما تشبعوش منها. من هذا المنبر كنقول لعجوزتي شكرا لك بزاف بزاف، الله يعطيك صحيحتك والله يخليك لينا. المهم البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونتمنى ما تبخلوش لينا باللي لايك ديالكم. المهم نخليكم على فيديو. السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ العواشر مبروكه، مرحبا بكم في قناة حنان منوح. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الزميطة. كنشد على الجلجلان هو اللون، كنجيبو كنصيرو كنحيد منو ديك الحبة الكحلة، كنشدو ونغسلو، كيبقى الحجر لتحت وكيطلع الجلجلان الفوق، كنشفو كنعاود ندخلو الفران كيتقلى ونعاود تاني نصفو ونحيد منو الحبة الكحلة حتى يصفى يعود هاكا، نحيدو تنبعدو نطحنو كنسحقو نيت حتى تيخرج منو الزيت. عاود هذاك اللوز ثاني تنحمرو بقشرتو، ما كنديروش نحيد ليه القشره، حتى هو تنقيه ونحمرو ونحطو كنسحقو حتى هو تيعود كيطحين. كاوكاو كذلك ثاني كنقليه ونفسخو ونحطو حتى هو جوج كيلو، والجلجلان تزين كيلو كيلو حتى هو منقي مصفي باش ما تبقاش فيه الحبه الكحله تبان. عاود لالا دايره إيلان منقياه ومحمراه ما تغسلوش. عاود شديت كيلو تاع كاوكاو الابيض فسختو وقليتو في الزيت، عاود كيلو تاع اللوز تا هو مقلي مقشر ومقلي باش غادي نزين به. كنشد لالا النافع البلدي، عاود نفع الرومي وحبة حلاوة، ثلاثة الأنواع فيهم القرفة، عاود الكوزة جوج كوزات في هاد الكمية كلها تاع الطحين، وشوي تاع المسكة الحرة هاي. من بعد كندير في هاد الشي كيلو تاع سكر كلاصي، سكر كلاصي. من بعد كتشد شد الطحين كنغربلو، كندير الزرع وكندير الفرصة الرطب، كنشد الكوكوت وكنقعد نحمرو بيديا بوحدي وكنغربلو حتى نديرو في هاد اللوين هو هذا. عاد من بعد يجي في هاد اللون هذا، يجي في هاد اللون. من بعد ملي غنبدا نطحن انا غنوريكم التخليطه كي دايره ديالها، غنطحن هاد المقادير كامل اللي وراتكم ان شاء الله. انا غادي نوريكم كيفاش غادي يوليو ان شاء الله، ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فاش تكون غادي تطحنهم وفاش غتخلط المقادير كاملين ان شاء الله. ان شاء الله يلا بصحتكم وراحتكم، يلا بسلام. كلمه اخيره، ايوا ما تنساوناش باللايك اللايك 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 حتى تشوفوا الزميطه ان شاء الله. ان شاء الله حنا رجعنا لكم دابا ياك امي. اييه رجعت باش طحنت دابا هذا راه الجلجلان اللوز، طحنا الجلجلان بعدا واللوز وكاوكاو كاوكاو هذا كاوكاو وهذا الجلجلان تزيين ما غايطحنش، ما طحنش هذا الجلجلان ما طحنش، وطحنت زين طحنت هذا سميتو عليه وليت لف قبيله. شنو سميتو هذا؟ هذا سميتو لا إيلان، إيلان هذا سميتو إيلان، إيلان هذا كاوكاو البيض، هذا كاوكاو البيض تهرمش اييه، و سكر كلاصي غربلتو باش ما يجيش مكور تغربل. اييه والمقادير انا دايره كميه كثيره، يعني غتضاعفي المقادير. نتوما ملي غتبغوا ديروا جهد نص كيلو كيلو من الحاجه هاد النافع غدير منه غير معلقه في كيلو، في كيلو، وهذا تا هو معلقه والقرفه معلقه، وانا والكوزه غدير غير كوزه وحده ولا نص كوزه حيت كدوخ الكوزه. اييه انا دايره جوج كوزات يعني خاصها تضعف المقادير. عندي لالا دابا دايره ربعه صغيره القرفه وربعه صغيره النافع
رابعه صغيره تاع النفع البلدي، والبستاني تا هو رابعه صغيره. رابعه صغيره هنا وعندي انا عندي دابا كميه كثيره، داكشي علاش انا درت هذا الشيء. وانتوما ملي تبغوا ديروا على حساب كيلو كيلو، قات من الحاجه من هاد التوابل هادو النافع والقرفه وداكشي باش ما يجيش مر. ويلا كثريه الا بغيتي تكثريه، هذا هو الا الا بغيتي تكثري كثري، وداكشي على استطاعتك. واخا ديري غير نص كيلو من الحاجه وغديري كيلو تاع الطحين، ديري معلقه من هادو. هانتوما نوريكم المقادير عاوتاني للطحنو. دابا الا بغيتي ديري تا كاس الزيت البلديه كنديرها. دابا راني شفت الزيت تاع عافيه. دابا حنا وريناكم المقادير اللي وريناكم قبيله، من بعد ما طحنو من بعد غنوريكم كيفاش غادي تحرك، كيفاش غادي تخلطهم وتخلطيهم. نخلطهم وغادي نعاود نخلط كل شيء ونعاود ندوزهم بوصيار باش يتقاد التخلاط. عاد راني هذاك سميتو عليه الزيت، راني صوبته قبيله طيبته، جت زيت عافيه. دابا نوريكم هذاك الشيء كامل. هو المهم انا غادي نبدا يلا نوريهم دابا الطحين، توريهم الطحين الكميه اللي دارت اللي غتخلط هذا الشيء كامل. انا نوريك بسم الله الطحين. بسم الله، سمحوا لي راه هذا البانيو دايره غير تخلط الزميطه. هذا مخصص للزميطه. اييه بسم الله. ايوا ما وريتهمش هذيك سميتو عليها شنو هي؟ هذه راني حطيتها مسكه الحره دايره طحنتها. هذه شنو هي؟ هذاك الكوزه. الكوزه بسم الله. ها الكميه اللي درت ديال الطحين، ها هو بقات كتحرقوا تيعطيكم هاد الشكل، هذا اللون هذا. والله يعطيك الصحه امي. هانينا بنيتي، انا اش عندي من غيركم؟ الله يخليك لينا. بسم الله. هذا شنو هو دابا؟ قولي ليهم. هذا كاوكاو الاحمر. كاوكاو الاحمر، ها هو. درت نص الكميه ديال الطحين، درت نص الكميه ديالو. دابا كاوكاو الاحمر، هذا كاوكاو الاحمر، هذا 2 كيلو. 2 كيلو الكاوكاو الاحمر مطحون. مطحونين. هذا الجلجلان. جلجلان 2 كيلو تاع الجلجلان. 2 كيلو الجلجلان. هذا اللوز. اللوز هذا مقشوره، طحن مقشوره. طحنا مقشوره. مني غادي نديرو ما نبقى نخلط. هذا كاوكاو البيض. كاوكاو البيض مهرمش قاليه في الزيت. هذا غير تهرمش ما طحنش بزاف، طحناتو غير نص طحنه. هذا إيلان. اللي كتلفنا على سميتو إيلان. هذا درت رابعه كبيره، هذا رابعه صحي زعما زوين. هذا مفيد، هادشي كامل صحي وزوين. هذه الكوزه. هذه الكوزه نتوما اللي غدير نص الكميه، ما تكثرش باش ما تكثروش. حنا عندنا الكميه كثيره، درنا جوج كوزات. هذه رابعه صغيره. علاش هذه رابعه؟ بلدي بلدي. وهذا الرومي. هذا الرومي. وهذا حبه حلاوه. حبه حلاوه درت رابعه. رابعه صغيره. عندي رومي. هذه القرفه. وهذا شنو؟ القرفه والنافع. هذا النافع. هادو كيبقاو للتزيين. هادو للتزيين حتى للتالي. هذه غادي نخوي دابا. هادو كيبقاو للتزيين ولكن حتى للخر. تحرك هاد المقادير بالزيت والعسل. عاود ديرهم فاش قلتي؟ عاد نديرهم في بوصيار باش يتخلط داكشي. حنا غادي معكم ايطاب باغ ايطاب. ساعاد غادي نخلطها وتبات تدلك دلك باش كتطلق هذاك، باش تطلق الزيت ديالها. ضروري من الجلجلان يبقى ما مطحونش. واللي عنده العسل الحره كيدير كويس، واللي ما عندوش كيدير سكر كلاصي. دابا غندير سكر كلاص. ما نديرش فيها العسل. لا ما نديرش العسل، عارفة كندير فيها العسل. ما نديرش العسل. غندير هاك كويس الزيت البلدية والزيت عافية. راني درتهم سخنتهم، إلا الزيت البلدية ما سخنتهاش. دابا شنو زدتي؟
دابا جبت السكر كلاصي وغادي نزيد الجلجله. اللي ما طحنش اللي ما طحنش هاو هذا غنخليوه هكا ها ومازال غنزيد شويه راه قدنيش هذا نزيد واحد الكاس تبارك الله ولا جوج الجلجله المعد ما قدنيش هذا الكونسيتي هذاك الكميه ما قدتهاش زدت واحد الزلافه منقياها مصوبها وزدتها حيت دايره كميه كثيره خلاص نخلطوا المقادير ها هذه مسكه حره دابا ملي غادي نخلطهم ونصوبهم وندلكهم عاد غادي نعاود نغربلهم باش يتخلطوا حيت كيبقى اللوز وداك الشيء كيبقى مكور غنجيب القصعه هو بدا كيبان هذاك التكوير راه ما خصهمش يكونوا بعد ما خلطت المقادير مع الطحين كيبقاو دوك الحبيبات تاع الكواري كنعاودوهم في بوصيار باش يتحيدوا باش يتحيد داك الشيء يتقاد كل شيء باش كل شيء يتخلط مع بعضياته المره كل شيء كيشارك في هذا الفيديو شتي الكوارات اللي كيبانوا هانتي ها مشو هاد الكويرات وما هاد باش يتخلط الكوان كلشي صافي نستمروا على هاد الشكل هذا تنكملوا الكميه اللي عندنا بعد ما غربلناها وتقاد الطحين مع التوابل غندير واحد الكاس ولا جوج تاع الزيت البلديه بعد ما درت الزيت البلديه شديت زيت عافيه طيبتها الصباح وخليتها حتى بردات باش ما تحرقش الطحين باش ما تجي شويه بنينه احنا كنخلطوا بها حتى تخلط تعود بحال الاحسن وخاصها دليك مزيان باش يدخل دلك باش يتلقى الجلجلان ويتلقى داك الشيء اللوز وكاوكاو عاودي لهم كتبي زيت البلديه شحال ديال جوج كيسان زيت البلديه اللي درت وزيت عافيه زيت عافيه درتها لالا تقريبا سيترو انا غنزيد شي حاجه نطيبها زيت عافيه طيبها وبارده باش تحيد منها داك الشيء مسخنه باش نطيب لا طيبتها حتى غلات غلات اه طيبتها زيد قلبيه من هنا قلبيه ودلكي بكفك بحال هكا دلكي العجينه هي كتشرح لكم تنتوما كيفاش ديروا دلكو دلك يلا نرجعوا لكم بعد ما غدلك الكميه كامله هذا الخليط اللي كاين من بعد كندلكها مزيان ملي تبغي تجمعيها تجمعها هكا باش تعود تقرد بالموس ها هكا كتعود ملي خلطتها ودلكتها وعاود صوبتها في التبصيل وقديتها ها هي كيفاش جات نقطعها معاكم بسم الله هانتي الله يعطيك الصحه هاكي كتجي وبصحتكم وراحتكم كتجي كي الشوكولاته ها لا زعما ناجحه 100% وبصحتكم وبراحتكم وما تنساوناش في قناه منوح باللايك لايك 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 ها هي الشوكولاته تجي بصحتكم البنات بصحتكم البنات